يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين كنتم خير امه اخرجت للناس اهلا بكم. اكبر خطر واجه الاسلام منذ نشوءه في المدينه المنوره كان بني اسرائيل. وعلى الرغم من علامات ودلالات النبوه اللي موجوده في التوراه لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم الا نفر قليل من بني اسرائيل. كانت نظرتهم بوجه عام لكل شعوب الارض أنهم شعب الله المختار. نعم صحيح بني اسرائيل هم شعب الله المختار في زمانهم اختارهم الله ليحملوا منهاجه ولكنهم فشلوا في حمل المسؤوليه. قال تعالى في سوره البقره: يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين. والتفضيل هنا مش على الاطلاق، ده تفضيل محدد وفي زمان محدد على اهل زمانهم من العالمين. من اهل الكفر وعباد الاوثان. وفي الجهه الثانيه عندنا امه الاسلام، قال تعالى: كنتم خير امه اخرجت للناس. والسؤال دلوقتي مين اللي يكسب؟ بني اسرائيل ولا المسلمين؟ الافضليه ولا الخيريه؟ خلونا نشوف الموضوع من الناحيه اللغويه، التفضيل مصدره فضل والفضل هو الزياده. هنقول مثلا فضل عمر على زيد كده الجملة معناها ناقص لازم نحدد الوجه اللي فيه التفضيل فنقول فضل عمر على زيد في العلم وده ما يمنعش ان زيد يفضل عن عمر في وجه اخر هنقول فضل زيد على عمر في المال على الوجه الاخر نجد ان الخيرية تفيد العموم مثلا لما اقول عمر خير من زيد كده معنى الجملة تام ومعناه ان عمر في العموم خير من زيد فالخيرية لامة الاسلام أشمل من الافضلية لبني اسرائيل. وتاني حاجة بالعقل كده، كيف يفضل بني اسرائيل على الامة المحمدية وقد امروا باتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والدخول في الاسلام. وفي حاجة مهمة، زي ما الافضلية لبني اسرائيل مشروطة بالامتثال لأوامر الله عز وجل، فالخيرية لامة محمد صلى الله عليه وسلم مشروطة بثلاث حاجات، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله عز وجل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا. كان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون نفهم من كده أن مش كل أمة الإسلام دخل في هذه الآية الكريمة أمة الإسلام على نوعين أمة الدعوة وأمة الإجابة أمة الدعوة تشمل الثقلين من الإنس والجن يعني كل الإنس والجن اللي سمعوا عن الإسلام سواء دخلوا في الإسلام أو رفضوا الإسلام فهم من أمة الدعوة وتاني نوع هي أمة الإجابة وهم من أجابوا الرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه وهم المقصودين بالآية الكريمة الإسلام مفهوش عنصرية يعطي لكل ذي حق حقه قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. هنيجي دلوقتي بسرعة للنصوص المقدسة في الإسلام واليهودية. في الإسلام عندنا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. وفي اليهودية عندنا التوراة وحنستشهد كمان بالإنجيل. في القرآن الكريم ذكرت خيرية الأمة الإسلامية في الآية اللي قلناها قبل كده: "كنتم خير أمة أخرجت للناس" وكذلك وهب الله عز وجل الأمة الإسلامية الوسطية والاعتدال، وجعلهم شهداء على الناس يوم القيامة، قال تعالى "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس". "لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا". وخذ عندك بقى في السنه النبويه المطهره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتم توفون سبعين امه، انتم خيرها واكرمها على الله. وارجع واكد هنا ان الخيريه مش لامه الدعوه الاسلاميه ولكنها لامه الاجابه. وعلى الجانب الاخر في العهد القديم في التوراه في سفر التثنيه انهم امه عديمه الراي ولا بصيره فيهم. عندنا مثال اخر في سفر اشعياء. الثور يعرف مالكه والحمار صاحبه الذي يعرفه. اما اسرائيل فلا يعرف شعبي لا يفهم. وفي العهد الجديد ذم المسيح عليه السلام اليهود وقال: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها وبرضو أرجع وأأكد أن مش كل بني إسرائيل مقصودين بهذا المقصود بهذا من كفروا بالرسل ولم يتبعوا المسيح عليه السلام اللهم اجعلنا بفضلك ورحمتك ممن قلت فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس جزاكم الله خيراً